بدل الاوتار على مستوى الخطوط الثلاث وفي كره ولعب في الجيش الاولى من عند المباراه ما قداش مع عبد الحي بن سلطان ومن ظهير ايمن الى اكسيال اليوم في تشكيله الوربي الباشي على خدي العالية ما يجوش نفعا مع دفاع الملعب الجيبسي على ذكر على دين دمش هو اللي اعطى توازن لفريق الملعب الجيبسي على وسط الميدان المباراة غير وجه المباراة هشام السيفي كرة ترجع لصالح الاولمبي البيجي محمد امين بن حميده بس الى محمد علي بن سيل ملعب الجيبسي منو بن حديد الى اللاعب محمد امين بن حميده محمد امين بن حميده منو بن حديد قتيل الهجوم منو بالحديد مع زوج لاعبين يتعدى منو بالحديد ولا رجع بعد اللعب محمد امين بن حميده من اليسار يوزع وتصويب التشماخي يتسداها بليل السوسي على مرتي هي انتهى شوط اثنين مقابل واحد